اهلا وسهلا بام نبيل. يا قلبي وبعينيك. ويا ترى الطياره بدها تيجي بموعدها ولا في عليها تاخير؟ على قولهم انه ما في تاخير. الله اعلم. طيب ومن غير شر قد ايش صار له غايب عنكم سعيد؟ هلا بصير له سنه واربعه اشهر. بس بتصدقي يا ام نبيل قسما بالله حسستهم كانهم 10 سنين. والله الحق معك، لانه انتم مو متعودين على غيابه كل هالمده هي. شو هالدنيا يا ام نبيل؟ يعني الواحد ما بيصدق امتى يكبر اولاده حتى يفرح فيهم. بتلاقيهم طاروا من قدام عيونه، هو قاعد عم يتفرج وما بيقدر يعمل شيء. ايه والله يا ام سعيد، من ربيهم ومن داريهم برموش عيوننا، وبس يكبروا بتركونا بليله ما فيها ضوء قمر. بتصدقي انه انا ما كان لي خاطر بسفرته على امريكا بنبنه؟ وقلت له، قلت له يا ماما يا سعيد اصبر ودور بركي بتلاقي شغل هون. ما اقتنع وصمم على السفر. شو بدك تعملي؟ شباب هالايام مستعجلين كتير وما عندهم جنس الصبر. مين راح معه يستقبله بالمطار؟ ما حدا، لانه اتصل سعيد وقال انه ما بده حدا يستقبله بالمطار، ما بحب هالعادات. ماما قديش تحط قالب الكيك بالفرن؟ شي نص ساعه ماما. ايه بس خايفه يحترق. لا ما بيحترق. نوص عليه على الاخير ولا حط المفتاح على النص؟ معلش ماما نوصي عليه للاخير ما بصير شي. معلش اذا فتحت باب الفرن وغسلت القالب بالشوكه مشان اشوف اذا استوى ولا لا. بيصير ماما بيصير، معلش. طب اذا كانت هي علينا ما هي شو صار لك؟ روحي اعملي اللي بدك اياه، خلصيني بقى. حاضر. المسكينه فرحانه بجايه اخوها وحابه تعمل له جاتو، وبالمناسبه هي اول مره بتعمل فيها جاتو. ايه معناتها الحق بايدها تسال كل الاسئله. والله تاخروا، يمكن عم ينطروا العفش. لا يغلي قلبك، يا اما وصلانين طيارتين بوقت واحد، مشان هيك يمكن متلبكين. طولي بالك ما بقى الا يوصلوا. ها يمكن وصلوا. تفضل بابا. مين؟ اهلين وسهلين. تطلع على قبري. الحمد لله على السلامة. يا سلام سلام. اهلين مايا. اهلين مايا كيفك؟ شو هاللبس اللي لابستيه هذا؟ روحي غيري ثيابك. روحي ماما. شو اشتقت لك؟ وين اغراضك؟ امي هاي اغراضك هي الشهداء بس. اي بس شو بدي اجيب معي يعني؟ ايه فوت فوت سلم على جارتنا ام نبيل. تفضل. اهلين خالي. اهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. تفضل يا خالي. تفضلي. ليش تأخرتوا؟ والله غلي قلبي عليكم. هو التأخر كان بسبب تأخرنا يا أمي بسبب هالمطار الزفت اللي عنا. It's so disgusting. Woo. ساعة كاملة وأنا عم دور على الشنطة تبعي. أه؟ معقولة أمي؟ معقولة أبي؟ ونص ساعة وأنا عم دور على العرباية. يروحوا يشوفوا الحضارة بمطارات العالم. شو هاد؟ شو هالمسخرة؟ لا كلكم والوقفة على ختم الجوازاتكم. It makes me nervous. Oh my god. على كل حال شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نحكي لك أمي؟ خلينا ساكتين. إيه معلش يا أخي لا تهز بدنك، هالشغلات بتصير وين ما كان. لا مايا معلش لا تغلطي حبيبتي لا تغلطي. نضيف الكاسة ماما؟ نضيف يا ماما. هالشغلات ما بتصير غير عنا. بس أنا الحق علي. أنا. ليش بابا؟ ما فهمت عليك. ليش أنت؟ شو دخلك؟ يا بابا أنا ما كان لازم إجي كل هالجي المبهدلة هي. مبهدلة كتير بابا مبهدلة. بس صدقوني أنا إجيت لأني اشتقت لكم كلياتكم. ولو ماما طول بالك حبيبي طول بالك. هلأ مايا بتجيب لك فنجان شاي وقطعة جاتو من شغل إيديها الحلوين. مالي جوعان أمي مالي جوعان، أكلت بالطيارة. يضربوا هنن وهالطيارة وهالأكل المقرف هاد. المهم سعيد شلون شفت لي هالشام بعد غيابك عنها هالمدة؟ تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. طلعت انا وبابا من هالمطار واخذنا سيارة تاكسي من المطار لهون. تقولي راكبين طنبور ولك مو عيب مو عيب. It's unbelievable. يروحوا يشوفوا عنا محل ما كنت كيف العالم تمشي بالشارع، موديلات السيارات، الشوارع النظيفة. يعني أنا ما بعرف عم بتساءل يعني كيف بيسمحوا لهيك كراكيب تمشي بالشوارع؟ معقول؟ اللي بدي أقوله إنه بهيك بلاد الأحسن واحد إنه يمشي. يعني بصراحة أنا استحيت كتير
فبدل ما يركب هيك كركوبة يمشي أحسن له. بس والله يا سعيد صار عنا سيارات حلوة. بلا شو؟ بس والله يا سعيد صار عنا سيارات حلوة. حبيبتي محل ما كنت أنا إذا ما كانت الشوارع ملسة مثل خد البنت ما بيسمحوا للسيارات تمشي عليها، مفهوم؟ معلش يا ماما، يمكن أنتوا طلعتوا مع شوفير غشيم مرق على كم جورة بس. مرق على كم جورة. طيب أوكي، مرق على كم جورة وهالوسخ والنشح هاد اللي بهالطرقات. شو بدي أحكي لأحكي الحق علي. أنا اللي إجيت هالجاية المبهدلة هاي. بس بزمتك ما اشتقت لحارتك؟ ما تغيرت عليك؟ دارلينج هالحارة بدها شي بلدوزر يقشها من أولها لآخرها ويعمروا بدالها شي كم بناية أو ناطحة سحاب مثل الخلق والعالم. أنا قايمة أجيب لك الشاي والقطة. شو مايا خلص بقى، قلت لك أكلت بالطيارة. أوف عادي. I'm so tired. I missed you, Dad. وحول الهدف من الاعتداء الذي أودى لك العمى. شو التلفزيون ها؟ اشتهيت أسمع خبر حلو واحد. شو صار بالدنيا؟ إيه والله وحوش الغابة رحم من الإنسان. أوه ماي جاد. بابا ليش هيك المي كتير خفيفة عنا؟ طول عمر عنا المي خفيفة. بجوز لأنه طابقنا عالي شوي عم تجي المي خفيفة. عالي؟ يعني معقول يا بابا إذا كان عالي شوي ما أحسن أخذ شاور؟ يا بابا أنا محل ما كنت ساكن بالطابق 107 يعني 107 وكانت المي تخدق خدق. لو قال شو بلادنا ما شاء الله. عمهلك حبيبتي عمهلك بلادنا بلاد الأنهار والينابيع. بس شو بدأ يقول الواحد؟ شو بدأ يقول ليقول؟ What can I say؟ أكل حال أنا الحمار أني إجيت. أكيد هي أختك فداء وجوزة. ولا شو جاي؟ شو لشو جايين؟ اسمعوا على السؤال، جايين يسلموا عليك. يسلموا علي؟ يعني ما حلوا يبطلوا هالعادات هي بقى؟ وداع واستقبال؟ أنا فايت لجوا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. شو حلو أخي؟ عم يتحمم ويلبس هلا. تفضل. يا أبو رأيي شو اشتقت له، صار لي أسبوعين وأنا عم شوفه بمنامي. هو كمان اشتاق لك يا حبيبي. مرحبا عمي، يبيكم بسلامته. الله يسلمك. تفضل. وشلونه يا هل ترى؟ كيف صحته؟ يسلم لقلبي، بس ضعفان شوي. ايه طبعا رح يضعف لأنه الغربة صعبة يا أمي. يا سعيد عجل شوي، اختك وسهرك عم يستنوك بدون يسلموا عليك. وإن شاء الله ما تعذبتوا بالمطار بابا. لا بابا ما تعذبنا، بس كان زحمة شوي. هاي. اهلين حبيبي، الحمد لله على سلامتك. كيفك؟ شو اخبارك؟ اهلين حبيبتي، معلش بدي اقوم بس بريدي. هاو يو دوينج؟ فاين. اهلين ابو سعود، الحمد لله على سلامتك. شكرا. هاو يو دوينج؟ تفضل ارتاح. اهلا وسهلا. تفضل. احكي لنا من الاول، ان شاء الله ما عم تتعذب بهالغربه. تفضلي حبيبتي. طمني حالك حبيبتي، ما عم بتعذب بنوب. هنيك احسن من هون بكتير. There is no comparison. ويا هل ترى شو عم تشتغل هنيك؟ حبيبي عم بشتغل ببيع وشراء سيارات. معرض سيارات يعني؟ Precisely. معرض سيارات، بس معرض فخم كتير. يعني ما في عنا غير سيارات يابانيه وامريكيه. اما سيارات مشرشحة صيني كوري معنا. وان شاء الله مرتاحة بهالشغلة. كتير مرتاح فيه. كتير مرتاح. ما تشغلي بالك انتي. بتعرفي ليش؟ لانه صاحب المعرض عنا ما بيستغني عني ولا دقيقة واحدة، لانه بيخرب الشغل. بعدين بيعاملني بكل احترام. مزبوط. اتصوروا بالزور اللي عطاه اجازة اسبوعين. صحيح، بالزور عطاني اجازة اسبوعين، بس انا الحق علي يا ريتني ما اجيت. لسوء الحظ اني اجيت. ليش لا سمح الله؟ ليش؟ انا بقول لك ليش. لاني من اول ما اجيت يا فيفي على هالبلد وانا عم شوف شغلات عم تزعجني وتنرفزني. بتعرفي لك فيفي، عم فكر جديا اني اقطع اجازتي وارجع لهنيك لمحل ما كنت. عفوا يا اخ.
الجمهور. امتى بدكم توزعوا جوازات سفر؟ بعد نص ساعه. اكسكيوز مي سير، بس ضروري يعني كل مره ناخذ تاشيره؟ انا ما دخلني، روح اسال المدير. فظاعه شو هالبلد هي؟ فظاعه على هالبلد. بس انا الحق علي، انا الحق علي، يا ريت انكسرت رجلي وان سافت بيسز وما اجيت لهون. ليتس جو داد. ليتس جو داد. يا ست ما في حبيبي، انا هاخذ نسبتي مهما كان المبلغ. عبد السلام يسلم وديات حبيبي، شكرا كثير. الاوتيل اتصل دلوقتي وبيقول اي حاجه عايزها. سعيد بيه، ليش تخاف؟ انا حاتفق بنفسي مع مدير الاوتيل. انا اشتري هديه لمعلمه. انا عايز اسال. الله يصلحه، ثاني اللي لي كنت انا جبت له اياها. انت ليه ما بتحبش؟ عن ذوقك ما بيعجبه وذوقه ما بيعجبك. زعلان منك. زعلان مني انا؟ لاني ما قلتوش من يوم ما شفت عندوش. هاي ما هو ده اللي مزعله. شو ماما؟ شايفتك ما اشتريت شيء؟ ما حاولتش انك شو بدي اشتري يعني؟ انا ما عنديش. احنا عندنا هون بهالبلد في شيء بينشرى؟ بتعرف يعني وطنيه انا لو في الجيش العام غاليه وستوك وما فيها جنس الذوق على عيبها. بصراحه الكلام ده مش واقعي. انا استحيت استحيت اخذ لصاحب المعرض عنا من هيك بضاعه. شو بده يقول عني؟ شو بده يقول؟ من اي خرابه جايبهم؟ تعالوا لعنا، تعالوا لعنا، شوفوا كل سوبر ماركت وصل للسماء، وفي من الإبرة للطيارة. ايه مامي للطيارة، كل واحد عنا هون بيفتح له دكانة متر بمترين وبيكتب لي عليها سوبر ماركت. أسخرة. شو مي جاي لعنا؟ مرحبا معي. كيف الحال؟ مش لقتلك. مساء الخير. أهلين. كيفك سعيد؟ أهلين فيك يا حبيبي. أنا جاي مخصوص مشان أعزمك على الغداء، عاملت لك أكلة كبة بالصينية ومشوية ومقلية وشوربة عدس، وما عدا المقبلات اللي بيحبها قلبك، بقى شو رأيك حبيبي؟ ولشو هالعزيمة هلا؟ يو، لإيش هالعزيمة؟ معقول تجي وتروح وما أعزمك لعندي على بيتي وأفرح فيك؟ يا أختي يا في فهميني حبيبة قلبي، الله يخليكي فتحي مخك معي. أنا جاي كم يوم، أوكي؟ سياحة. ما لي جاي روح عزايم وروحات وجيات. بعدين هالعادات والتقاليد لازم تبطل بقى. شو كبة وما كبة؟ يعني ما بدك تجي؟ ما بعرف اختي، ما بعرف، ما بعرف. بجوز يكون مشغول، بجوز يكون مسافر، بجوز يكون عندي شيء. خلاص تركيني هلا. ما بصير يا سعيد، مشان اشتري الاغراض. اختي بصراحة بصراحة انا ما راح اجي، ما راح اجي اكل كبة. شوفت عينك، انا ضايق اخلاقي من هالبلد، فهمي علي بقى. طيب مثل ما بدك. خاطركم. تيك ات ايزي بيبي، تيك ات ايزي. لك ابني انت شو صاير لك؟ مو صاير لي شيء. شلون مو صاير لك شيء بقى؟ لك حبيبي انت من وقت اللي وصلت قالب خلقتك وعم تتزمر وما له عاجبك شيء، لا مطار ولا طريق ولا حاره ولا بيت ولا دكان ولا اهلك ولا رفقاتك، وطول الوقت عم تحملنا منية انك اجيت لعنا وفرجيتنا طلعتك البهية. لا وفوق منا عم تهدد بدي ارجع، بدي سافر، شو هالعيشة، شو هالبلد، شو هالوطن. بقى فهمني يا سعيد، شو ساوالك هالوطن؟ ولك هالوطن رباك وعلمك، واذا فشلت بدراستك وشغلك فمو لحق على الوطن ابدا، لازم تلوم نفسك بالاول. ولك يا ابني، يا ابني جريمة كبيرة انه الانسان يكره وطنه. صحيح في فوضى وفساد، بس الهروب من الوطن والنق والشكوى ما بيحلوا شيء يا ابني، بالعكس هدول بيزيدوا الهم واليأس والإحباط. ومثل ما في بالوطن ناس أشرار وسيئين، وصدقني هدول قلي، كمان في ناس أخيار شرفاء عايشين بكرامتهم وما بيتخلوا عنها أبدا يا ابني. ولك نسيت يوم اللي ضربتك سيارة قدام المدرسة ونزفت وأخذوك للمستشفى واحتجنا لدم وكانت زمرتك نادرة؟ كيف الناس رقدت؟ شي منعرفهم شي ما منعرفهم ليعطوك من دمهم؟ نسيت اختك فداء يلي كسرت بخاطرها ورفضت وتغدى عندها، كيف ما تركتك بالمستشفى لا ليل ولا نهار؟ ومو بس هيك، كانت اختك تعطيك من خرجيتها وتحرم حالها وتقول اخي شاب لازم يطلع يصرف قدام رفقاته. اخ بس يا حيف عليك، يا حيف عليك يا سعيد، لسه ما صار لك سنه غايب عن البلد وراح تتنكر لكل شيء. ولك هذا البلد بلدك، لو طولت لو قصرت بلدك، لو اخذت الجنسيه الاجنبيه بتضل هالبلد بلدك،
ولك ذكرياتك فيها، طفولتك فيها، شربت من مطرة، من ينابيعة، اتغذيت من ترابة، من قمحة، من فواكية وأسمارة. أما البلد الأجنبي اللي عم تفتخر فيه، فحياتك فيه صناعية، مصطنعة، حياة متكلفة، عيشة مستعارة، كلها مداراة ومجاراة، وخوف من لحظة الطرد والاستغناء عن الخدمات. صحيح بلادنا مالها كاملة وفيها كتير من الأخطاء، بس أنتوا اللي بتصححوها، جيلكم اللي لازم يعدل المسار ويوازن الكفة. أما الهروب يا سعيد والتقاعس وترك الشقة لمين بقى؟ فهذا هو العجز يا ابني، هذا هو التملص من المواجهة والمسؤولية. يا ابني يا سعيد لا تقول يا ريتني ما رجعت، هذا كلام كبير راح تندم عليه بيوم من الأيام، لأنه الطير مهما طار هون ولا هون بده يرجع لعشه ويستريح، وإذا ما رجع راح يضل تايه بهالدنيا، ويوم يلي بيتعب جناحاته شوف وين بده يقع ويموت. طول بالك ماما، كاسه مي ونقطه مزهر لبابا، قوام بسرعه. طول بالك ابو سعيد، ساتك زعلان من سعيد؟ صدقيني يا ام سعيد انا مالي زعلان منه، والله زعلان عليه. ايه بس بابا مو معقول يسافر وانت لساتك زعلان منه. طيب امتى طيارته هو؟ بكرة الساعة 3. أصبح ولا يهمكم، بكرة منطلع على المطار ومنودعه. انبسطتوا هيك؟ الله يخلينا ياك يا أحلى بابا بالعالم. الله يخليك ويديمك يا رب. ماما تعي نحضر العشاء. Get off the way! Get off the way! Excuse me, sir, but I haven't finished yet. That's because you're a big dumb asshole. You should have finished your job earlier, not in front of the customers. Excuse me. هذا اللي شاطرين فيه. أصل حق علي أنا اللي بشغلكم. بلاد بلدي. Said, you have call from Damascus. ألو، كيفك يا أمي؟ كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير. كيفوا البابا وإخواتي؟ نحن مناح ماما، أنت طمني كيفك؟ لا تطمني ماما، تطمني أنا يعني كتير بخير، كتير مرتاح، ما في أحسن من هيك. ليش ما عم تتصل فينا يا أمي؟ صرنا شهرين ما سمعنا صوتك. يا ماما صدقيني يعني فعلا مالي فاضي، الشغل فوق راسي. معقول ما عندك وقت بنوب حتى تتصل فينا؟ ماما المعرض اللي حكيت لك عنه، المعرض الكبير اللي أنا مستلمه، عم يسكر الساعة 1 بالليل، عم برجع تعبان كتير يعني يا دوبني حط راسي ونام. طيب طلب منهم يعطوك إجازة ترتاح فيها كم نهار. شو يا أمي شو إجازة ما إجازة؟ أمي ما بيقدروا يستغنوا عني ولا دقيقة واحدة، ما فيهم أبدا، لأنه معلومك أنا اللي عم بيع السيارات هون، يعني أنا اللي ماشي الشغل كله من أوله لآخره. يعني على هالحالة أنت ما رح تجي على العيد ما هيك؟ ولك يا أمي شو بدي أجي ساوي عندكم؟ مو حاجتي شو صار فيني المرة الماضية؟ لا أمي مالي جاي. أنا هون عايش ملك وما حدا قدي. لك سعيد الزف. يلا أمي يلا، أنا بدي روح مدير الشركة عم ينادي لي في زبون. يلا بخاطرك بخاطرك أمي بخاطرك، الله معك. يسر يسر. لك أنا شايفك لهون لطح هناك على التليفون لك تشتغل. يلا روني بيلع شغلك يلا. فهم علي بس الوالد كان. لك روح. طمني دكتور.
الحمد لله كل شيء تمام، الالتهاب راح من صدرها والتنفس طبيعي. الله يبشرك بالخير يا دكتور. طيب امتى بنقدر نطلع على البيت؟ بنقدر نطلع اليوم مثلا؟ ما في مانع، بس بدي منك يا انفراس تبعدي عن ريحه القلي والغبره والدخان. بس انا ما بدخن يا دكتور. والله بعرف، بس احيانا الانسان بيضطر يقعد بين المدخنين وهالشي بضرك. اطمن دكتور من هالناحيه، ما في عنا حدا بالبيت بدخن. كثير منيح، بس بالمقابل لازم كل كم يوم تطلعي برات المدينه، يعني على شي مزرعه او على الجبل او على البحر حتى تشمي هواء نظيف. ولا يهمك دكتور، رح نمشي على تعليماتك اذا الله راد. ماشي، انا بستاذن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الله معك دكتور، شكرا كثير. مع السلامه. استاذ بتحبوا تطلعوها هلا ولا بعد الظهر؟ لا والله هلا بيكون افضل. على كل انا رايح ادفع الفاتوره. جهزي حالك انفراس. دقيقتين وبكون جاهزه. اتكي على ايدي خالي. الله يرضى عليك يا بنتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. واذا صار معك شيء فورا اتصلي فينا ان شاء الله. معكم زياره خالي؟ لا والله يا بنتي. طيب حضرتك بتشتغلي ولا ست بيت؟ كنت معلمه مدرسه وجوزي موظف بوزاره الزراعه، فمنين بده يكون عندنا سياره يا حسرتي؟ معك حق. ليش يا بنتي انت عندك سياره؟ انا معقوله ممرضه مثلي يكون عندها سياره؟ لا مجرد سؤال. يا خالي ما حدا بيقدر يشتري سياره بهالبلد غير اذا كان مقتدر، وانا يا حسرتي عايشه على هالراتب، بقى من وين بدي اشتري سياره؟ خالي وين ساكنه حضرتك؟ بجديده عرطوز القديمه. وين مشوارك اخي؟ على جديده. انا طريقي على برزه، اذا لكم مصلحه اهلا وسهلا. امنتوا بالله على النهار؟ بنقول له على جديده بيقول برزه. شو امرت اخي؟ تيسر حبيبي تيسر، الله معك. يعطيك العافيه. دوم بالسلامة. على جديدة. على عيني وراسي. اطلعوا. يلا. بس وينك يا حباب؟ مور أنا باخد على جديدة عدادين. وليش عدادين؟ خد عداد ونص ومشينا. الله يرضى عليك. لا حبيبي لا، ما حذرت. هلأ الطريق بيكون عجقة وزحمة، وخاصة بهالوقت مثل ما بتعرف هلأ وقت الرش قوى. وقت شو؟ خلصني حبيبي، شو قلت؟ أنا بتزور لرضيت أطلع معك عجديدة. الأسبوع الماضي عملت حادث وطبشوا لي السيارة. ماشي ماشي الحال، خد عدادين وأمرنا لله. غالية السيارة يا أخ. غالية وبس. قول نارو يا لطيف. بس نصيحة لله، إذا بدك تشتري سيارة لا تشتري من هي بنوك. ليش بقى؟ شو ليش؟ لأنه ما لها أمان. قسما بالله خبطة واحدة من ورا بينهرس ظهر الراكب والعياذ بالله. بقى إذا بدك تشتري لا تشتري إلا قديم، لأنه اللي عم يستوردوه زبالة السيارات. أهلين مامي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ليش هيك أمرتوا؟ ليش ما قلتوا لي كل يوم طالعين من المستشفى؟ بابا الشغلة صارت فجائية والطبيب سمح لنا نطلع بعد ما اطمن على حالة أمي. كيفك أنت يا أمي؟ الحمد لله ماما، مشتاقة لك كثير، البيت بلاكي ما بيسوى شيء. على فكرة ماما بغياب كنت اتصل أخي فراس من ألمانيا، كان غليان قلبه عليك كثير، بده يطمن. يقبر قلبي. شو هالأمي؟ شو قلتي له؟ لا تخافي، طمنته عليكي وقلت له إنه شغلتك بسيطة. بتحبي تروحي على غرفة النوم حتى ترتاحي على التخت ولا بتحبي تضلي هون؟ لا خلوني هون هلا. الو اهلين فراس. لا لا طلعت من المستشفى. إيه على عيني، خذ احكي معه.
ماما فراس بدي احكي معك. الو اهلين اهلين، تقبرني الحمد لله، مشتاقت لك كثير. الله يعافيك يا حبيبي. الحمد لله صدري تحسن كثير. ايه راحت السالة وضيقة النفس. لا بس الدكتور منعني من شغلات كثيرة وقال لازم اطلع شم هواء. ايه اجي لعندك لك تقبر قلبي يا فراس ما احلاك. ان شاء الله ان شاء الله بتحسن وبزورك السنة الجاية. ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. لا حبيبي ما بدنا الا سلامتك، وابوك بيسلم عليك كثير. دير بالك على حالك يا امي، لانه عم نسمع بالنشرة الجوية انه في عندكم برد كثير. مع السلامة مع السلامة. تقبرني الله معك. يقبرني قال بده يفاجئنا بهدية. تفضل بابا. يسلم وديات حبيبتي. الله يسلمك. شلون تفكر بابا؟ شو قاعد عم تحسب؟ والله يا بابا عم فكر اشتري شي سيارة، لأنه هالشنطة طالعة من شنطتها مو معقولة منوب. سيارة جديدة؟ لا شو سيارة جديدة أنت الثانية؟ أنا عم فكر اشتري سيارة قديمة، يعني ب 300-400 ألف، لأنه بيني وبينك صدر أمك صار تعبان كتير وما بفيده إلا الهواء النقي والجو الصافي، وإذا بدنا نحط أجارب والمانات وتكاسي وسرافيس رح ندفع بقرة جحي. بقى شو عم أقول لحالي بابا؟ ليش ما بنشتري سيارة ومنخلص من هالقصة كلها؟ طب بابا من وين بدك تجيب حقها؟ هو بعد كم شهر رح اطلع تقاعد من الوظيفه ورح يطلع لي تعويض نهايه الخدمه تقريبا شي 250 الف ليره، واذا سحبت قرض من البنك بنك التسليف بقيمه 100 الف بيصير معنا 350 الف ليره، وبهالصوره ممكن اشتري سياره نص عمر. بقى شو رايك؟ بابا بدي اقول لك شغله بس لا تزعلني. وشو هالشغله بقى؟ شو رايك تطلب من اخي فراس يبعث لك مصاري؟ لا بابا لا، شو يبعتي مصاري؟ ما بيصير اطلب منه منوب. شو عم تحكي انت بابا؟ شو في يا بابا؟ انت فنيت عمرك مشاننا ومشانه كمان، يعني في راس شغله ما شاء الله حوله ماشي وراتبه عالي. يا بابا انا لما بصرف عليكم وبكبركم وبعلمكم هذا واجبي ومالي منية عليكم فيه، واكبر فرحة عندي اني ارفع راسي فيكم، وغير هيك ما بدي. لا يا في راس لا، اوعك تتورط وتشتري سيارة قديمة. إيه قسما بالله بتهلكك وبتبهدلك وبتنزع لك عيشتك. مزبوط اخي فؤاد ولا لا؟ مزبوط ابو فراس، كل شيء ولا السيارة القديمة. صدقني صدقني رح تسكن بزقاق جن وكل يوم رح تشوفها ببلاغة. لا وغير هيك كل يوم رح تطلع لك مشكلة جديدة، يعني يوم عم تهرب زيت، يوم الدينامو ما عم بيشتغل، يوم البطارية فاضية، يوم الموتور عم بيحمى. لك ما بتتذكروا سيارتي القديمة قديش عذبتني؟ ومشان أخلص من وجع الراس بعتها بنص حقها. كل يلي قلتوه على عيني وعلى راسي، بس قولوا لي شو بيطلع بإيدي؟ يعني ما بيطلع بإيدي غير هيك، مرتي مريضة وبيتي بعيد وحق سيارة جديدة ما معي. لك آخ شو بده يحكي الواحد ليحكي؟ لك تقول المسؤولين بيركبهم 100 عفريت إذا شافوا مواطن راكب سيارة جديدة. أهلين بابا. أهلا وسهلا، شلونك؟ الحمد لله بابا، أنا مشتاق لكم كثير. بابا بدي أسألك كيف ماما؟ إن شاء الله صارت أحسن. لا ولا يهمك بابا، أمك صارت منيحة كثير وبتسلم عليك. الحمد لله بابا طمنتني. بابا بدي أسألك، صحيح أنت ناوي تشتري سيارة قديمة؟ مين قال لك؟ امبارح حكيت مع أختي ابتسام وقالت لي. بصراحة يا ابني الخبرية مزبوطة، لأنه السيارة صارت ضرورية إلنا، خاصة وإنه أمك بهالوضع الصحي هاد. بس يا بابا ما بيجوز ابدا انه تشتري سياره قديمه. شو بدي اسوي يا بابا؟ هذا اللي طالع بايدي. طيب بابا ليش ما بتطول بالك شوي؟ وليش لحتى اطول بالي؟ خير والبر عاجله. صحيح بابا صحيح، بس يعني انا كنت ناوي ابعث لك سياره جديده من الوكاله من هون ميونخ. لا لا بابا شو هاد؟ اوعك ها؟ شو عم تحكي انت؟ انا ما بدي شيء منك يا ابني، ما بدي شيء منوب. شلون ما بدك مني شيء يا بابا؟ هلا انت بحياتك ما طلبت مني ولا طلب. انا ناوي ابعث لك سياره، يعني وبصراحه اذا انا بعثت لك هي السياره انا ما بكون وفيت شيء من جمايلك علي، لا انت ولا ماما. يا ابني الله يرضى عليك، لا تشغل بالك فينا ولا تبعت اي شيء، ها نحن مندبر حالنا، لا تاكل همنا حبيبي.
بابا الله يخليك اسمعني منيح. انا سمعت انه صار في عندكم قانون جديد بالبلد بخصوص استبدال السيارات القديمه بسيارات جديده، مشان هيك بدي منك تطلع رخصه استيراد، وانا رح بعت لك من هون احلى سياره. الله يوفقك. شو قلت؟ الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك رضا قلبي ورضا ربي. الله يسعدك ويوفقك ولا يحرمني منك يا ابني. مع السلامه بابا. مع السلامه. الله معك. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين ومرحبتين. تفضل. يسلم وديك. ذكرني بالاسم استاذ. انا ابو فراس. ابو فراس راتب الحموي. يا اهلا وسهلا. يعني حكيتك على التليفون. اهلا وسهلا ابو فراس. اهلين اهلين. اي والله تذكرت. على حسب ما فهمت منك على التليفون انه بدك سياره قديمه للاستبدال، مو هيك يا عيني؟ صحيح، هذا هو طلبي. ايه على عيني وراسي، غالي والطلب رخيص. يعني طلبي عندك؟ ايه نعم، وبإذن الله رح دبر لك أحلى سيارة. لأنه مثل ما شرحت لك، ابني بده يبعث لي سيارة جديدة، وأنا مضطر لرخصة سيارة قديمة. لعيونك يا فراس، رح دبر لك سيارة موديل 53، شو رأيك؟ أنا كنت شارية إلي مشان الاستبدال، بس رح أعطيك إياها، ما بتغلى عليك، لك أنا حبيتك، حبيتك يا فراس. بتحبك العافية إن شاء الله. بقدر شوف السيارة؟ إيه طبعاً بتقدر شوفها ليك ورا المكتب. تفضل معي إذا بتجي. شرف شرف استاذ، شرف. تفضل شوفني هالشوفة ما أحلاها. شو هاد سيارة؟ شو على عيني سيارة، ما اختلفنا، بس شو نوعها؟ شو موديلها هي؟ هي يا سيدي بالأساس الأساس بزطة 53، بس أصبحت على الشكل التالي. اسمع مني أخي، في عندك الموتور، هذا موتور تراكتور فوراد، الشاسيه شوفرليه، الجير والديفرانس اوتوموبيل، الطبون الامامي فوكس فاكن، الطبون الخلفي هيلمان، والتابلو فورد. يعني مو بقيان من التزطو غير الصاج. على عيني، بس هي عتيقه كتير ومهرهره. إيه لا تشوفها هيك هلا، شوفها قبل 50 سنة. حكالي عليها جدي انه كانت الناس تطلع من بيوتها مشان تشوفها عم تكرج كرج بشارع بيروت مثل العروس. وهلأ بتمشي يا ترى ولا يا؟ لك ولا يهمك، راح مشي لك ياها، تكرم عينك. بس الشاسيه تبعها يمكن. لك يا استاذ شو بدك بوجع القلب وهالأسئلة هي؟ انت بالنتيجة بدك تاخد السيارة على المواصلات وتفرغها لأسمك. هنيك بيعطوك ورقة تاخدها على معمل الصهر بحما، وبعدين بيعطوك ورقة لفت ماشين. تعال لك تعال، انت خذ نصيحة مني شباب، خذ مني وكب البحر يا استاذ. صار وقت الدواء ماما. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا ابتسام. تسلم والدين. اهلين ابو فراس، ليش تاخرت؟ شو بدي ساوي؟ تاخرت. شو صار معك اليوم؟ فرغت السيارة العجيبة لاسمي. وليش حتى تفرغها باسمك؟ هيك القانون، قال لازم افرغها لاسمي بالاول وبعدين بسلمها لمعمل الصهر بحماه. وديش صارت مكلفتك لهلا؟ يعني بدك تقولي شي 200,000 ليرة، بس مو حارق قلبي إلا ضريبة الرفاهية اللي دفعوني إياها. رفاهية شو؟ دفعت رفاهية على السيارة العجيبة اللي اشتريتها. قولي، لكن قديش بدهم ياخذوا ضريبة على السيارة الجديدة؟ شو بيعرفني؟ الله يستر. وين بدك تروح بكرة؟ بدي أخذ السيارة على المواصلات حتى تشوف اللجنة. شو هاد اللي جايب لنا يا استاذ؟ شو هاد يعني؟ سيارة. إيه بعرف سيارة، بس ما بدنا نعرف شو نوعها، شو موديلها. مكتوب عندك بالوراق ديزوتو موديل 53. إيه مزبوط استاذ، مزبوط ديزوتو 53. بس وين البلور؟ وين الطاسات؟ وين البروجكتورات؟ وين المسجلة؟ استاذ وما فيها طفاية حريق. صحيح، وين الطفاية؟ يا استاذ افهمني إذا بتريد، مدام أنا بدي أخذ السيارة من هون وسلمها لمعمل الصهر، بقى ليش بتكون كل هالشغلات؟ صحيح، بس يعني ما بصير جيب لي كوم حديد وتقلي هاي سيارة. شو شايفني ولد صغير قدامك؟ شوف استاذ، أنا ما بستلم السيارة إلا كاملة مكملة وكأنها طالعة من الوكالة هلأ. طيب والحل؟ الحل بتروح بتجيب بلور أصلي وسطبات أصلية ومسجلة أصلية وموتور أصلي وطفاية حريق كمان. إيه وطفاية حريق كمان. ومنين بدي جيب لك قطع ديزوتو 53 وأصلية كمان؟ يعني ما بلاقي بالسوق؟ ولك حبيبي لو نكشت مقابر السيارات بأوروبا وأمريكا ما راح بتلاقي. أصلاً معمل هالسيارة صار له واقف 30 سنة.
طيب شو بدي ساوي هلا؟ والله ما بعرف، انت مين طلب منك تجيب قطع اصلية؟ لجنة المواصلات. ايه لا، هي الشغلة للتعجيز، هي الامور كلها مكشوفة، سألني انا. طيب والعمل؟ انت بدك معاملتك تطير طيران؟ يا ريت. اصبح لكان شف لك شي معقب معاملات يمسكها، لانه انت مبين عليك انسان ادمي ومحترم، ومو شغلتك الشغلة هي. طيب بتعرف لي شي معقب؟ ايه بعرف، بس بدك تفت عملي على اليمين وعلى يسارها، لانه معلومك المصاري بتفتح كل الدروب المسكره. بقى شو قلت؟ ماشي الحال، دبر لي واحد. ايه مو تكرم عينك على عيني. لحظه. لا لا ولا يهمك بابا، نحن ماشيين بالمعامله وعم تكرش كرش. ايه مثل عندكم فرد شكل. ايه بابا. ايه 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 بس اخلص المعامله رح خبرك. في راس موجود؟ ايه الله يرضى عليك. ايه لحظه شوي. الله معك بابا، مع السلامه. بابا في واحد برا اسمه ابو الفوزة بده اياك. ايه صحيح، هذا معقب المعاملات يلي ماسك لنا المعامله. اهلين ابو الفوز، تفضل. شكرا مستعجل، تفضل. هيك كل شيء جاهز وهي قصه الاستيراد. يسلم مدياتك. شلون خلصت بهي السرعه؟ ولو يا استاذ، ابو الفوز بيعجبك، ما في شيء بهالبلد بيصعب عليه. قديش بتأمر ابو الفوز؟ 50,000 بس. مو كثير 50,000؟ لا مو كثير، ولا تنسى انه مرقناها من وزارة المواصلات لمعمل الصهر لأفتو ماشين لوزارة الاقتصاد، وهي يا معك الله وكيلك ما دخل لجيبتي منها غير 10,000 ليرة، والباقي وزعناهم فلفل وقرنفل. طيب طيب، الله يعطيك العافية. أستاذ، إذا وصلت سيارة جديدة أنا بالخدمة. مالنا غنى، شكراً كثير. لحظة لأجيب لك المصاري. شلون عجبتك السيارة؟ صغيرة وكبيرة بنفس الوقت. أنا قلت لك يا ترسانة، بس مو بكرة تستلصي عليها. زري بابا زري. مرحبا. أهلا وسهلا مرحبا. شو شايفكم بكرين؟ إي والله، قلنا منيجي بكير حتى نخلص الإجراءات بسرعة. آسفين للإزعاج، تفضلوا خذوا راحتكم. تفضلي بابا. إيه شو هالسيارة هاي؟ ما شاء الله عليها، جديدة وموديل سنتا. منين شاريها؟ الحقيقة أنا ما اشتريتها، ابني الله يرضى عليه بعت لي إياها من ألمانيا. هلا بالله السيارات اللي بالبلد ما عاد تعجبكم؟ لا ولو عجبتنا، بس ابني حب يهديني إياها، وين المشكلة يعني؟ إيه الله يكتر المحبين. إيه آمين. هات أعطيني وراء السيارة لشوف. شريف قديش وزنها هاي؟ مكتوب عندك 998 كيلو. أخ بس لو كانت زايدة 3 كيلو كنت دفعتك ضريبة 200%. 200%؟ ليش قديش ضريبتها هلا؟ 150% بس، يعني حق 10,000 دولار، و 150% 15,000 دولار. أوف، يعني أكثر من حقها. لكن حبيبي شو مفكر؟ هذا ضريبة اللي بده يقعد لي ورا الدركسيون ينفخ لي حاله مثل الطاووس. سجل 15,000 دولار. يعني خلصنا هيك؟ لا شو خلصنا، لسه ما بلشنا. هدول شو هدول؟ شو هدول يعني دولي؟ اه بعرف انه دولي، بس جنوط كروم. يعني جنوط عادي ما عاد يمشي الحال، لازم كروم. اه ضريبة الجنوطة 100 دولار لحالة. سجل عندك 100 دولار. وشو هاد يا استاذ؟ شو هاد يعني؟ انطين للراديو. ايه بس هذا انطين اوتوماتيك. يعني هلا ما عاد يمشي الحال ترفعوا الانطين بايديكم، لازم اوتوماتيك. هذا ضريبته 100 دولار بس. بس العمى، والله هالقوانين لازم تعدل. وشو هدول كمان؟ مرايا على الكهرباء ما فكرني مره اشوفهم. هدول كمان ضريبتهم 100 دولار، سجلهم. يخرب بيت قلبك، طبعا بدك تسجلهم، بدك تروع على الدوله 100 دولار. سجلهم. امرك امرك. اها وشو هاد يا؟ مقاعد جلد طبيعي. هلا الجلد الصناعي ما عاد يعجبكم ولا تحسن جلودكم منه؟ هذا ضريبته 500 دولار، ما حلك تحفظها؟ ولا تنسى الكونديشن كمان سيدي. مين قال لك نسيانه؟ ليش الكونديشن عليه ضريبة كمان؟ طبعا يا انسه، هاي اسمها رفاهية زايدة. بلدنا الطقس فيها حلو وما في لزوم للتكييف. وبركي اجت ايام شوب ضروري الواحد يسوق والعرق عم يزرزب منه. لا انسة، الانسان بده يتعود على الظروف الخشنه. ما بتعرفي انت بيجيكي واتساب. سجل عندك كمان ضريبه لوسادة الحوادث.
معقولة تاخذوا ضريبة على هالشغلة كمان؟ وليش لحتى ما ناخذ يا أنسة؟ هي مشان حماية السائق أثناء الحوادث مو رفاهية. لا ستي رفاهية. أنت سكوت، أنا بحكي مع الأنسة. يا أنسة، القوانين اللي عنا بتقول إنه هي رفاهية، أنت أفهم من رجال القانون؟ الأكيد لا. وسجل عندك كمان علبة سرعة أوتوماتيك 400 دولار. مسجلة مع سي دي. وقف يا أخي، وقف حاشي، لا تعد، بطلت، ما عاد بدي سيارة. شلون؟ شو شلون بقى؟ أنا قايم للقصة كلياتها 500,000 وأنت وصلتنا للمليون ونص ونحن ما لنا حاسين، وأنت على قولك ضيف 1000 دولار وضيف 500 دولار، إيش هالحكي الفاضي هاد؟ امشي بابا امشي، خلينا على التكاسي أحسن. إيه مثل ما بدك. شرفوا شباب. معلم خير السوق أنا. لك اطلع بلا غلاظة شباب، ما كنا بمعنى أنت.